مساكم الله بالخير اليوم السبت موضوعنا كالعاده سياسي كل سبت بشكل مفاجئ وغير متوقع اكتسحت المعارضه السوريه العديد من البلدات والقرى السوريه حتى وصلت الى حلب ثاني اكبر مدينه سوريه ودخلتها بشكل سهل جدا وسلس وسط استسلام وانسحاب القوات النظاميه السوريه بالاضافه الى انها تمكنت من قتل او اعلنت قتل بعض المستشارين الايرانيين التابعين للحرس الثوري الموجودين في سوريا وكذلك تم الاعلان عن قتل ضابط او مقتل ضابط روسي. طبعا سوريا تمكنت من او النظام السوري تمكن من الصمود بعد دعم من قبل ايران وذراعها في لبنان المسمى بحزب الله وكذلك روسيا اللي خلوا النظام السوري يصمد حتى هذه اللحظه ونكلوا طبعا بالشعب السوري وابعدوا القوات الـ او الـ يعني المعارضة اللي يسمونهم اليوم المعارضه السوريه وهي الفصائل المسلحه اللي تقاتل النظام السوري بعد الثوره السوريه. القصه مثل ما قلنا من البدايه ليش هدات الامور لان تم هناك وقف اتفاق على وقف اطلاق النار سنه 2019 واحتلت تركيا شريط حدودي وادخلت ادلب داخل هذا داخل هذه المنطقه المحتله وجعلت هذه منطقه امنه للاجئين حتى تتخلص من تدفق اللاجئين اللي صاروا يدخلون الى تركيا ويعني تسببوا ببعض الـ الـ الاحراج للحكومه التركيه او الرئيس التركي من قبل الشعب التركي اللي كان كثيرا ما يرفض وجودهم. بعد ذلك هدات الامور حتى يوم الاربعاء الماضي اللي بدات فيه هذه القوات تنشط وتخرج من ادلب باتجاه حلب واكتسحت بعض القرى والبلدات و بزعم ان النظام السوري قد قتل او, أو اغار على ادلب وقتل عشرات وهذه كانت رده فعل والروايه اللي يحاولون نشرها بان يعني خرجوا لصد القوات السوريه فوجدوا أنفسهم يحتلون القرية والقرية دون أي مقاومة فتقدموا وتقدموا وتقدموا حتى احتلوا حلب هذه الرواية طبعا عسكريا غير مقبولة لأنك إذا تتقدم لازم تكون أنت يعني محضر مجهز لأن تتقدم عندك مؤنة عندك وقود، عندك عتاد، عندك ذخيره، بالاضافه الى ان القوات استخدمت اسلحه متقدمه واستخدمت طائرات مسيره تستخدم لاول مره في هذا الصراع، مما يعني ان الامر محضر له. واعلنت رويترز او نشرت رويترز خبرا مفاده بان التحركات كانت بضوء اخضر من تركيا. الامر حتى الان غير واضح بشكل يعني بشكل شديد الوضوح ولكن نقدر نحطه في سياق الاحداث اللي قاعد تحصل في المنطقه. اللي قاعد يحصل في المنطقه ان بعد نجاح ترامب هناك تحركات في المنطقه لمغازله ترامب او لكسب يعني ود ترامب او حتى يكون ترامب بصفهم فقامت اسرائيل كما اعلنت باهداء ترامب الاتفاق اللي تم بينها وبين لبنان واتفاق وقف اطلاق النار اللي بينها وبين ما يسمى بينها وبين ما يسمى بحزب الله الحزب اللي دخل في في بزعم انه يساند ال حماس ويساند الشعب الفلسطيني في غزه ولكن في الحقيقه هو لديه اهداف ايرانيه يعمل على تحقيقها واليوم يدعي هذا الحزب النصر بشكل مضحك ويدعي ان اكبر ان النصر الذي حققه هو انه لم ينكسر يعني كل القاده اللي راحوا وكل الصفوف الاولى من القياديين والمتمرسين والمتدربين والعدد الكبير من الأسلحة وأماكن حتى يعني الجيوب خلينا نقول المالية ومؤسسة القرض الحسن اللي يعتمد عليها كلها تم دكها من قبل الكيان الصهيوني مع ذلك وطبعا دمار لبنان وآلاف القتلى في لبنان و يعني مع ذلك يد وملايين يمكن نازحين مع ذلك يدعي النصر بشكل يعني مضحك حتى يعني يثبت انه لا يزال قوي ولا يزال موجود طبعا اسرائيل عقدت هذا الاتفاق لسببين رئيسيين السبب الاول يتعلق بترامب واعلنت انها تريد اهداء هذا اهداء ترامب هذا الاتفاق وترامب يرغب بان تتم هذه الاتفاقات قبل ان يستلم آه يعني ولايته المقبله لرئاسه الولايات المتحده كما اعلن احد سيناتورات الجمهوريين بان ترامب آه يريد ان تتم هذه الاتفاقات قبل ان يستلم منصبه رسميا اما السبب الثاني من ناحيه اسرائيل انها كما اعلنت تريد تحقيق ثلاث اهداف الهدف الاول انها تريد ان تريح آه الجيش من المعارك المستمره الضاريه على اكثر من جبهه في نفس الوقت وتريد فصل الجبهات وتريد ان يعني تستفرد بحماس وتخرج ما يسمى بحزب الله خارج اللعبه وبالفعل هذا ما ما نرى من اهداف واضحه. حماس اعلنت ايضا انها تريد ان تعقد اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل. وان وانها مستعده لاطلاق سراح جميع الرهائن. طبعا هذا يوضح ان ايران تدفع بحلفائها في المنطقه بان يهدئوا اللعب حتى يعني تقدم بادره حسنه لترامب، طبعا قبل ذلك كله اعلن ذراع ايران في اليمن اللي هو الحوثي بانه سيوقف العمليات البحريه اللي تهدد الامن البحري في البحر الاحمر او في مضيق باب المندب فمع أنه لم يوقف العمليات الأخرى اللي ضد صواريخة وطائرات المسيرة ولكن يريد أن يوقف طبعا الأهم وهو اللي يشغل اللي يؤدي العالم كله اللي هو تهديد أمن الملاحة البحرية وخطفة للسفن والأمور هذه ثم دفعت بذراعها في لبنان بأن يخفض التوتر ويقبل وقف إطلاق النار طبعا لينقذ نفسه واللي يحقق مصالح إيران اللي هي خفض التوتر وابداء بادرة حسنة لترامب الأمر الثالث طبعا حليفة الثالث وهو حماس أيضا طلبت منه نفس الطلب وأعتقد أن حماس ستقدم تنازلات أكبر مما تمت في المفاوضات السابقة لتحصل على هذا الاتفاق طبعا من ناحية إسرائيل إسرائيل أصلا تريد خفض هذا التوتر لان عندها جبهتين رئيسيتين اللي هي الاولى هم الرهائن بالنسبه لنتنياهو والامر الاخر هو مستوطني الشمال، مستوطنات شمال ما تسمى بشمال اسرائيل اللي هي قريبه من حدود جنوب لبنان هي يعني هاجروا المست... المستوطنات هذه بسبب التوتر وبسبب قصف ما يسمى بحزب الله لهذه المستوطنات فسبب ذلك ضغط شديد على الحكومة الإسرائيلية يبون يرجعون بيوتهم ويطالبون بهذا الأمر والمعارضة دندن على هذا الأمر وحصل يعني أمر مزعج جدا لنتنياهو مما جعله ينفجر على الحزب ويدمر الحزب بدءا من معركة البيجر حتى وقف إطلاق النار يعني ان المنطقة تتحضر لمرحلة ترامب، مثل ما قلنا ايران تبي تخفض التوتر عشان تبدي بادرة حسنة لان اجندة ترامب ان يضغط على ايران، وايران اعلنت قبل ايام او قبل اقل من اسبوع بانها ترغب بعقد اتفاق نووي جديد. مما يعني ان ايران تعطي بادره حسنه وتخفض التوتر احنا نقدر نرفع التوتر لكن عشانك يا ترامب احنا نخفض التوتر تعال اعقد معانا اتفاق نووي جديد. طبعا سقوط القوات السوريه بشكل سهل جدا كان بسبب انشغال ايران بنفسها وانشغال حزبها ايضا وانشغالها بحزبها في لبنان وانشغالها ايضا الحزب بنفسه وانشغال روسيا بالحرب الاوكرانيه فهذا طبعا جعل القوات السوريه تكون مكشوفه وبقليل من العده والعتاد للمعارضه السوريه تمكنت من هذا التقدم السريع والهائل والمفاجئ ل يعني بالنسبه للنظام السوري. تقدم هذه القوات او المعارضه بضوء اخضر من من تركيا لا استبعد انه مدفوع من الولايات المتحده، امريكا تريد ان يدخل ترامب ولديه العديد من الاوراق ولدى خصومه اوراق اقل فليفاوض على انهاء الحرب في الشرق الاوسط. وإنهاء الحرب في أوكرانيا كما وعد، واليوم أيضا أعلن أو البارحة أعلن زلنسكي بأنه على استعداد بأن يتنازل مؤقتا عن بعض الأراضي، مثل ما قلنا أن ترامب ينوي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بأن يجعل أوكرانيا تتنازل عن الأراضي اللي احتلتها روسيا وخلاص هذه اراضي ما راح تقدرون تسترجعونها اعلنوا انكم متنازين عنها وتنتهي الحرب واللي احنا راح نوقف اصلا العده والعتاد عنكم والدعم عنكم ليش امريكا تعطي يعني تعطيكم سلاح مجانا مقابل شنو شنو مصلحه امريكا امريكا ما لها مصلحه فهذه نظره ترامب فبالتالي استبق الاحداث طبعا زيلنسكي واعلن انه مستعد لكن يريد ضمانات ويريد غطاء من من حلف الناتو فكل هذه التحركات وهذه يعني التغيرات الجيوسياسيه في المنطقه هي تحضير لمرحله ترامب مثل ما قلنا قد تكون الولايات المتحده تدفع بان تخسر القوات السوريه العديد من الاراضي حتى ياتي ترامب ولديه يعني ما لديها اوراق ضغط ولدى خصومه او الاطراف الاخرى اوراق اقل خسائر روسيه وخسائر ايرانيه في سوريا لا يريد من ايران ان تكون لديها اوراق ثقيله تفاوض عليها فخسر ايران اراضي شاسعه لحليفها النظام السوري وايضا خسرت ايران ذراعها في لبنان انه لا يستطيع الان التدخل في اي صراع في المنطقه بسبب وقف اطلاق النار او اتفاق وقف اطلاق النار، فايران لديها يعني مكبلة الايدي وبنفس الوقت ايران اعتبرت هذا انه انها قدمته كبادره حسنه، كل واحد ينظر الى الامور من من ناحيته هو. فبالتالي اعتقد ان تقدم المعارضه السوريه بهذا الشكل المفاجئ والشكل السريع اعتقد ان هذه هي اسبابه واعتقد انه مدفوع من تركيا واطراف ربما تكون امريكيه لتحقيق مصالح ضد ايران وضغط على ايران وادرع ايران في المنطقه وحليف ايران في المنطقه اللي هو النظام السوري حتى لا تكون لدى ايران العديد من الاوراق اللي يساوم ويفاوض عليها اذا ما اتى ترامب الذي ينوي ان يضغط بشده على ايران ليحقق معها اتفاق نووي اخر يشمل مثل اذا كان طبعا نفس نفس تصوره او توجه السابق يريد ان يشمل الاتفاق منع ايران منعا باتا من امتلاك السلاح النووي وليس تاخيرها بالاضافه الى بالاضافه الى منعها من دعم الفصائل والميليشيات المسلحه في المنطقه والامر الثالث هو منع امتلاكها او استخدامها للصواريخ البالستيه التي تهدد امن المنطقه هذه كانت اجنده بايد ترامب عفوا في فترته السابقه فهل سيتمسك بها ام انها ستتغير بسبب تغير الامور المهم انه كان في حمله انتخابيه اطلق وعودا بانه سيضغط على ايران واعتقد انه سيعمل على تحقيق وعوده كما فعل في المره السابقه وانه سيضغط على ايران لكن لتحقيق ماذا لم تتضح الامور حتى الان او هدفه النهائي من ضغط ايران من ضغط على ايران ما هو لم يتضح حتى الان واعتقد ان المعارضه السوريه لم تتوقف في حلب حتى الان لا يمكن ان نعتبر انها توقفت في حلب والامور لم تتضح جدا لكن يعني بدايه الامور نستطيع ان نقرا منها او نستشف منها انها في اطار التحركات اللي حصلت في المنطقه كلها استعدادا لمرحله ترامب.